العرب حلواني ايه لو بنت 10 جرانيه مبروك يا ابو الولد 20 جرام ليك ودعيات ما شاء الله مبروك يا ابو الولد الف مبروك ما شاء الله قرب يا سلوى قرب يا سلوى قرب يا ولد وانت كمان يا جامع قرب سمعك يا سيدي دلوك يا جامع انت معايا من يوم ما ربنا خلقك وابوي اشترى ابوك وانت اتولدت وسطينا صح؟ صح يا سيدي روح وانت معتوق يا جامع معتوق لوجه الله وليك بيت وقرريت انت وعيالك اشهد يا شيخ سلام وبلغ همام اني تحت رجلك سلطان يا سيدي قلت لك اسكت سلام انت ولدي وحبيبي وبركة عمري اخوك همام خليك جاره زي قلبه انصحه واسمع كلامه وما تفرقهوش ما تفرقهوش ابدا انتوا مالكمش الا بعض حاضر يا ابوي طيب حاضر سامع زي ما يكون العمر فض والمش سهل جاي طلع مش يديني فرصة مرسال مين؟ مرسال ربنا يا ولدي بص أنا يمكن أكون ضربت حد شتمت كتير أذيت ناس عايز الحرب والضرب بالمراكيب لكن عمري ما ظلمت حد يا ولدي والدنيا دي مش سهلة كل يوم الصبح تفتح عينيك تلقاها نصالك خي وانت بقى تفضل تطلع رجلك من دي تقع في دي لحد ما ربك يأذن أخوك مرته ولدت لسه قربت كان نفسي أشوفه المهم سلام انت اللي حتغسلني انت يدك طاهرة وقلبك نظيف غسلني ولدي وانا حي صاحي وانت يا جامع اللي هتلبسني الكف اهو موجود تحتي محضره من زمان وهمام هو اللي هيصلي علي شيء اوله قبل اي حد ما يعرف وما تقولولوش اني مت الا لما يجي ويطل علي ويقعد شوي وهو اللي يقول للناس ما تبكيش يا جامع واقطع هتبكي ليه يا جامع ابوي مسافر ولازم يتسبح قبل ما يسافر جهزني يا ولدي للسفر وبعد الرحيل اخوك همام يعزمني ايه
وأي مرة تنوح ولا تشق خلقاتها خيفها حريم ناقصة بالتكلف أهل سنة أبوك دي هو اللي مخوف لكن عشمنا في ربنا كبير يلا واتسبحني حبش حد يستناني يلا خلصوا مشواري قوام سامحني يا رب سامحني يا كريم أنا عبدك يوسف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عظم الله أجرك في الشيخ يوسف لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والد همام انت ابو همام وانا ابو درويش يوسف خلف همام وهمام خلف درويش مبسوط جدك اهو يا درويش كان مستنيك يا ولدي كان مستنيك إنا لله وإنا إليه راجعون